وصلت أخيرا إلى عاصمة رقم 6 من هذه الرحلة في كوديفوار أبيجون، العاصمة الاقتصادية التي ستحتضن كأس إفريقيا 2024 في جانفي القادم، مرورا بستة دول وستة عواصم من بينها نواكشوط في موريتانيا، وداكار في السنغال، وفريد تاون في سيراليون، وموروفيا في ليبيريا، والآن نحن في أبيجون كوديفوار. يلا نكتشف معنا هذه العاصمة بعد ما قطعت 7000 كيلومتر في ظرف 8 أشهر. يلا نشوف معنا العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في العاصمة، مرحبا بكم في أبيجون. متلعباش زعما ما قلتنيش بالكوباك، خلينا قول لي بصحتك، اكتب لي كومنتر قول لي بصحتك خلاص. المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رانا في أبيجون في العاصمة. عندي تقريبا يومين ملي وصلت لأبيجون، واستقبلني واحد الجزائري اسمه ماسي، بارك الله فيه، شكرا جزيلا. قول لي عنده في الدار أوبوزيت بيان، خرجنا باش هبطنا صودرا فيل باسكو هو يسكن شويه بعيد على صودرا فيل، هبطنا صودرا فيل لهنا باش نعملوا جوله في العاصمه. وباش وصلنا لهنايا كاين واحد البون ترافيرسي، البون هذاك خدموه لي فرونسي كما على بالكم، لي فرونسي دايرين دراع لهنايا هما واللبنانيين تقريبا في غرب افريقيا كاع هكذا. البون هذاك خدموه لي فرونسي ويقعدوا يخلصوا منه مده 30 سنه. وكي سقسيتو قلت له شحال من شحال عطيتي الدراهم، قال لي واحد الخمس ملايين يعني واحد 4000-5000 أورو كل يوم مدة 30 سنة. البو هذا كيخلصوا عليه باش تجي باش تلحق لافيل هذا، ولازم تخلص البياج على بالها، تخلص بياج 500 فرون اللي هي تقريبا واحد أورو. دخلنا للسونتر كوميرسيال هنا كيما كوم أبيجون، سي ان بي ديفلوبي وكيما السينيغال. دخلنا نديرو دار لهنا، توحشنا لي كولار شريكي، وحشنا لي كولار. هيا نعملو جولة هنايا وقولوا لي راكم حابين نديرو فيديو تاع لي بري لهنايا، الاسعار وكاع شحال المعيشة كيفاش لهنايا، خلوا لي في الكومنتير راكم حابين نديرو فيديو تاع لي بري، نديرو فيديو تاع لي بري. كل الخير كان شريك، والله كل الخير كان. اصبر يا كي حي كرافس كاينه فايزه اللي بزاف ما تلاقيش بها، الله اللي بزاف ما تلاقيش بها، والخضره وهذه راه تيشري اللي محتسب في راسي ولا هنا يا اخو. الله ما تبان تزاير كاع، كاين طريق وحده، طريق وحده، وهذو هما كاع يجوزو منه، كاع يجوزو من طريق واحد، الموضوع تخلص عليه فوق طروطوار. والماتريال باينه، على بالي بلي راه ماركيتو هادي شا الماتريال تاع كارس، الله يبارك الماتريال كاين. شوف هنايا خوتي عمليه تقشير الاناناس ولكن بطريقه احتياط، شوف طريقه عصير لا تكنيك. عصير الاناناس على الطريقه الافريقيه. ياس طريقه العصير. تي تي ابري وسا لا بنوا على او بنوا سي وسا بنوا لا بيجان C'est Abidjan. Oui. Ah, c'est au Côte d'Ivoire. Oui. لا بنينا هذه يكون يديروها في الجزائر بصح قول لي 180 في الحبه الجزائريه. انا هنا غير فامير، هذا ما كان فامير، يا كمال يا كمال يا كمال لك لاخر. انا
زرنا منطقة صغيرة من أبيجون اللي اسمها زانكا. ديسيدينا أنا وصاحبي باش ندخلوا للدار نروبوزيو شوية ونعاودو نخرجوا. اليوم نديرو فيها الحاجب، نديرو فيها الحاجب. راني وجدت لاصوص وهذي راني عجنتها البطاطا اللي هي غير نطيب. وحشتي لك والله غير توحشت الحاجب. يلا بسم الله. في حياتي ما نردم حاجة بقى في الميرفو نشوفك فيش يخرجوا. هي واش داخلي دي المحجوبة الأولى طابت. هي محجوبة. هاي الدزية ما يطيب منها وكل سبوع بسنعة أخويا. أنا تقول في غير بيدالي ولا في غير كوفي ولا توتيرا. توتيرا. الناس كتوكا. زازا كوك هذا. الله زازا كوك. ايوا شتو هذا فين شتو هذه اليوم؟ انا نفتحو حالة تاع الحاجب هنايا نديرو طاولة تاع الحاجب. العظيم لا غير لي بيلدينغ والبال وكاين واحد الصطادم يبنو فيه ثانيك. ورانا نعملو تو بلا نديكوفريو. الحال تبدل في اي لحظه يقدر يتبدل الحال او لا مغيم. وهادو لي بيس راهم يوجدو الكان باسكو الكان قريب جونفي نورمالمون في جوان. ايا وكي لا سيزون دي بلوي بدات لهنا تما فصل الشتاء بدا. وهنا الشتاء ماشي كيما تاعنا الشتاء بيقوى ولا هنا الطرق يعني تغلقوا كاع والغرقه والعفايس وكاع. هاي مالا لي بورتي و ريبورتي حتى الجونفي لو بلومي جونفي نورمالمون ولا لو دي جونفي هاد الساعه هنا. ايوا نخرجوا نروحوا لفيل واحد اخرى ولا فيل اخرى خاشفيل. خاشفيل نروحوا لخاشفيل باسكو هادي تقول سي فيل ادمينستراتيف تاع تسمى تاع لي بابراس لي زومباساد. رحنا لومباسا تاع الجزائر. رحنا بوكو بلاصه تاع لومباسا تاع الجزائر شفناهم. انا كل بلاد ندخل ليها نروح لومباسا. اذا لقيت لومباسا نروح لومباسا مليح. هكذا شغل تدفع الباسبور ديالك وسي جامي دي دنيا يعرفوا بلي راك هنا يا سيدي. دي دنيا يتبحر لك باسبور ولا قال عندهم فوتوكوبي عندهم كاع العفايس ديالك شاك بي ندخل ليه ندير هاد العفسه. دوكا رانا نستنى في البابور ديجا. هذا وين هذا وين كارا هذا وين جا البابور باش نروحو لافيل لي رايحو الباص. سمعت خاشفيل